هذه وقفه احتجاجيه خدينا على اساس بعض المشاكل اللي تعيشها السائق المهني والمستغل بما فيهم استاد المقاعد. تنطالبوا من جهه المسؤوله بما فيها وزاره الداخليه وولايه الجهه باش يعطيونا استاد البلايص ديالنا باش نخدموا عاديين. وكنطالبوا كذلك بالترخيص ديال مغادرات المدار الحضاري. ربما راه كلشي ولع. لانه تنعرفوا كاينه 7000 سياره الاجره من الصين في الاول وكلها خدامه في وسط المدينه. بغينا يطلقوا الترخيص للمهنيين باش يخرجوا على المدار الحضري باش على الاقل واحد 3000 ولا 4000 سياره تكون خارجه للمدن المغربيه. النقطه الثالثه هو ديال النقل السري في مدينه الدار البيضاء. اننا كنشوفوا عيد كل العمالات في مدينه الدار البيضاء فيها النقل السري. تنطلبوا من جهات المسؤوله بما فيها الناس ديال المرور باش يحاولوا ياخذوا شي مبادره في هذا النقل السري. تحيه لك. وكذلك كنشوفوا واحد المشكل تنعيشوا في محطه ولاد زيان ديال الافارقه في هذه المحطه هذه اللي بناو لنا العشوائي تما وتيبيعوا الحشيش وتيبيعوا الفانيد والشراب وكاينه مضاربات بالجناوه وما بلا ما نقول لك. والسوله ولينا على واحد المحطه ديال الطاكسيات. الوقفه مديرين على بالنسبه للطاقه الاستيعابيه ديال الطاكسي باش يسات البلايص، لاننا حنا دابا مضرورين وماشي حنا اللي مضرورين، راه المواطن اللي مضرور. المواطن تيخلص دابا التسعيره مضوبله وحنا تنهزوا ربعه البلايص، طوبيس عامر، جميع المسائل ديال وسائل النقل، الخطافه، التريبورتورات، كل شيء غادي عامر، والطاكسي عاطينه ربعه البلايص لا يعقل. راه حنا ولينا حنا تنتحكم على الزبناء ديالنا، حنا ما بقاوش عندنا الزبناء باش غادي يجيب بالفرنك ويرجع بالفرنك، راه صعيبه عليه. وكثير اللي تيديروا المدن راه بحال المطالب ديالنا يردوا لنا البلايص ديالنا كما كانوا. ستات البلايص راه حنا تنخلصوا التامين ديالنا، راه تنخلصوا ستات البلايص السنه هذه وحنا تنخلصوا 100%. راه ماشي معقول باش نبقاو هكا. حنا راه دابا ما بقاش عندنا كاع الخدمه، ولينا واقفين تنخلصوا المصاريف اكثر من اللي اكثر من اللي تنصوروا. البلايص ديالنا اللي كان داكشي اللي كان في الاول، وكنطالبوا بالرخصه ديال البيرو الطاكسي باش يعطينا الرخصه باش نخرجوا من مثلا الدار البيضاء نفوتوا 50 كيلومتر. وتنطالبوا بهذا المشكل ديال هذا الفريق بالنسبه للباب ديال المحطه. والمحطه هنايا راه كتشوف الحاله كي دايره، راه صور داكشي وشوف الحاله كي دايره. المحطه كاين هذا الفريق هنايا كاين فهمتي شي حالات ما كتعجبش. نوصف لك راه شنقول لك شي حاجه الاجرام كاينه، الخمر شي حاجه اللي ما اللي صعيبه شويه. وكان كنجيو في الليل هنا، حنا كنكونوا في الليل هنا كنشوفوا الحالات ما كتعجبش. حنا قلنا الطلب ديالنا باش يحيدوا منا يحيدوا من المحطه ديال الطاكسيات ومن الباب ديال المحطه، لان المحطه راه ما خصهاش هذه الحاله تكون فيها قدامها.